itace Rabi'atu ee Umar daga Saudan Kaduna Zontiri. Rabi'atu ee Umar daga Saudan Kaduna Zontiri. Qanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وما يشعرون يا أهل الكتاب قد جاء وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وكيف تكفرون. يا أهل الكتاب قد جاء يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم شاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إحدى فإن رجعك الله فإن رجعك الله نعم فإن رجعك الله هكذا فإن رجعك الله إحدى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج
فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج أنى لكم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فاستأذنوك للخروج فقل لن ت فإن لم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إن بارك الله فيك الله إتت فاطمة إبراهيم دغتشي دغا كادولا سنترال زونتو فاطمة إبراهيم دغتشي كادولا سنترال زون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم
بفضلك فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان أمين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان أليم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين نعم إن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إن يغشى الناس بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أعوذ بالله